أعربت السيدة والدة الشاب السوري عن حزنها الشديد بعد الإفراج عن فادي الهاشم زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم ضمن قضية قتل الشاب السوري داخل منزل الفنانة. وأبدت السيدة خلال تسجيل صوتي أذاعته شبكة شام الإخبارية السورية استنكارها من تصريحات نانسي عجرم التي أنكرت عمل الشاب في فيلتها. وأشارت والدة المقتول إلى أن ابنها لم يعمل لدى الفنان أو زوجها بشكل مباشر، بل كان أجيرا لدى أشخاص آخرين، لذا تمكن من دخول الفيلا دون اعتراض الحراس. وأكدت والدة المقتول أن الشخص الملثم الذي يظهر في الفيديوهات الملتقطة بكاميرات المراقبة ليس بابنها، لأن الشخص الظاهر في الصور غير ملابسه من الأبيض للأسود، وهذا ليس منطقيا. وتساءلت والدة الشاب المقتول إن كان ابنها لصا بالفعل، لماذا لم يتم استهدافه بطلقة واحدة أو اثنتان أو ثلاثة حتى، ولماذا 16 طلقة، علما بأن عدد طلقات خزينة الرصاص هو 12 طلقة، أي أن زوج نانسي عجرم قام بتغيير الخزنة ليمطر جسد الشاب السوري بالرصاص. وعلقت الوالدة متأثرة: ابني راح ببلاش، مبدية تعجبها لما قاله زوج نانسي عجرم أن المقتول قال له يا أستاذ فادي، فكيف لص يدعو غريمه بلقب أستاذ. ومن ناحية أخرى، وردنا من مكتب المحامي أشرف الموسوي أنه وبعد تفاوض شاق مع عائلة المرحوم الذي قتل على يد الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم، قررت العائلة استلام الجثة الأربعاء 8 يناير 2020 ودفنها في العاصمة السورية دمشق بعد رفضها القاطع مسبقا، تاركين للقضاء اللبناني أمر التحقيقات ومتابعة الدعوة عبر وكيلهم القانوني قاسم الضيقة، والذي تمنى بدوره على السيدة نانسي عجرم احتضان ورعاية أولاد المرحوم عبر تغريدة له على صفحته. وكتب: حبذا لو السيدة نانسي عجرم قامت بزيارة لأولاد المقتول والتعهد برعايتهم واحتضانهم بعد نيلهم رتبة اليتيم، لكان المشهد أرقى ويستحق الثناء. ونشوف نانسي عجرم قالت ايه وحكت ازاي اللي حصل كله، وقالت برضو ان هي تود ان تعزي زوجته واهله. روت النجمة اللبنانية نانسي عجرم اليوم الثلاثاء 7 يناير 2020 تفاصيل محاولة السطو المسلح الذي تعرض لها منزلها حينما كانت به مع زوجها وبناتها، حيث قالت نانسي عجرم: أشكر الله أنه نجانا من هالمصيبة اللي وقعنا فيها، ما أتمنى أن حدا يعيش التجربة اللي عشناها بالبيت. وقالت نانسي عجرم خلال لقائها بقناة الأو تي في: اللي فعله فادي هو ردة فعل على مدة 6 أو 7 دقايق، الشاب بيهددنا ويقول له فين مراتك فين بناتك، ما في حدا ولاده قدام عيونه، وفي انسان فات على حرمة بيته ويدق بعيلته وولاده ومراته وما بيتصرف هيك. وتابعت نانسي عجرم: اللي شافه فادي واللي شفته انا هو شيء مجهول، ما فيش حد بيعرفه، كان بالقناع ومعه شيء على خصره بيستخدمه للضرب، كان معه كل شيء يثبت انه جاي يسرق ويؤذي. واضافت: خلصنا العشاء وطلعنا والولاد فاتوا حتى يناموا، سمعت حاجة قلت لفادي أنا بسمع حاجة بالبيت، سمعت صوت جنازير، فقام فادي وأنا شفته بالكاميرا وسمعت جملة واحدة من فادي: اللي بدك إياه، وفي لحظة عرفت إنه سارق. ذهبت للحمام وأخدت التليفون، كلمت بابا لأني خفت من الرعشة إن ما تساعدني إيدي، وكنت بحالة لا أستطيع وصفها. واختتمت نانسي عجرم: أكيد لا أتمنى أنا ولا فادي اللي صار، وأنا أريد تعزية أهله ووالدته وزوجته وأهله جميعا، نحن لا نتمنى اللي صار معنا. ودي صورته فادي وهو داخل البيت بعد الإفراج عنه، وهنا نانسي عجرم وهي في الفيديو مع قناة الأو تي في، طبعا شاحبة الوجه وبتقول كل الناس عارفة إن إحنا فرقش بين الجنسيات العربية، كلهم عندنا واحد ومش احنا اللي عرفنا الجنسية ده، الشرطة.
ومن ناحية أخرى نشرت الإعلامية اللبنانية دارين شاهين مذيعة قناة الجديدة عبر حسابها الشخصي على موقع تويتر صور لها برفقة الفنانة نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم داخل منزلهم في أول ظهور لهما بعد إخلاء سبيل فادي عقب احتجازه منذ الأحد الماضي بعد قتله للص الذي اقتحم منزله. وعلقت الإعلامية دارين على الصور قائلة: حمد لله على سلامتكم، ترقبوا تقريرا مفصلا على قناة الجديد. ودي الصور اللي نشرتها طبعا فادي، صوته متغيرة خالص، شاحب الوجه هو ونانسي من التجربة اللي مروا بيها. وهنا دارين مع نانسي. وكتبت: الحمد لله على سلامتكم، ترقبوا تقرير مفصل في نشرة أخبار الجديد. ومن ناحية أخرى أطل والد السارق الذي قتل على يد زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الدكتور فادي الهاشم لأول مرة عبر الجديد، مشيرا إلى أنه هناك عتب من قبله على القضاء اللبناني الذي سمح بإخلاء سبيل القاتل. وهنا هو ظاهر على الجديد، ربنا يقوي طبعا ابنه مات. وهنشوف دلوقتي تفاصيل كمان جديدة. وفقا لصحيفة النشرة اللبنانية فإن القاضية غادة عون قررت إخلاء سبيل الدكتور فادي الهاشم بعد انتهاء التحقيقات على أن يتم منعه من السفر لحين الانتهاء من التحقيقات التي تجريها النيابة. وقررت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون الإفراج عن زوج المطربة اللبنانية بعد اطلاعها على كل الملف وأفلام كاميرات المراقبة والأدلة، وبعد تأكدها أن ما قام به كان دفاعا مشروعا عن النفس، على أن يتابع التحقيق بالملف لدى قاضي التحقيق في جبل لبنان. ومن ناحية أخرى نفى جيجي لامار مدير أعمال النجمة اللبنانية نانسي عجرم ما تردد حول أن الشخص الذي تسلل لمنزلها وقام زوجها الدكتور فادي الهاشم بقتله أن يكون أحد عمال الفيلا التي تسكن بها. وقال جيجي لامار في تصريحات للنهار اللبنانية أن كل ما تردد في الساعات الأخيرة ما هو إلا أكاذيب، مشيرا إلى أنه إذا كانت هذه القصة المتداولة حقيقية فماذا كان يفعل هذا الشاب داخل المنزل في ساعة متأخرة، وكذلك لماذا تسلل للداخل ورفع السلاح على زوج نانسي عجرم. وأكد مدير أعمال نانسي عجرم أنها هي وزوجها لا يأكلون مستحقات أي شخص، مشيرا إلى أن كل من تعامل معهما يعلم أنهما خيرين. وده جيجي لامار مدير أعمال نانسي عجرم. وهنشوف برضه تعليقات شقيق فادي الهاشم. قال نهاد الهاشم شقيق زوج الفنانة نانسي عجرم أن فادي الهاشم تم نقله إلى المستشفى لأنه يعاني من ارتفاع في ضغط الدم وحالته النفسية سيئة جدا. وأضاف نهاد الهاشم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج القاهرة الآن المذاع على قناة الحدث أن صحة فادي الآن جسديا ونفسيا تحسنت كثيرا، ومن المتوقع مغادرته المستشفى اليوم الثلاثاء 7 يناير 2020، مؤكدا أن فادي سيمثل اليوم أمام قاضي التحقيق. وروى شقيق زوج نانسي عجرم تفاصيل جديدة عن ليلة الحادث قائلا: كنت سهران عند نانسي بالمنزل وشقيقي الدكتور فادي الهاشم، وكنا حنبيت الليلة عنده، ولكننا ذهبنا إلى منزلنا، وبعد وصولنا للبيت سمعنا بالحادثة، مشيرا إلى أن الكاميرات لم تكشف موقف جمع اللص بالدكتور فادي لمدة 7 دقايق. وأوضح: اللص السارق هدد الدكتور فادي بالسلاح وطالبه بالذهاب لغرفته، وهدده فادي وقال له: أعطيتك المال، غادر الآن قبل وصول الشرطة. ولكن اللص طالب بخروج نانسي عجرم من مخبأها وكرر ذلك عدة مرات بداعي السرقة، وأصر على خروج نانسي من مخبأها للحصول على مجوهراتها. وتابع نهاد الهاشم قائلا:
صنع اللص ببعض الدقيق في الخارج، فسأل فادي: ما هذا؟ فقال له فادي: ربما يكون رجال الشرطة. فذهب اللص إلى غرفة الأولاد، وهذا الأمر جعل فادي الهاشم يدافع عن أولاده وأسرته بقتل اللص. ونفى شقيق زوج نانسي عجرم ما تم تداوله من أنباء حول اللص المقتول في منزل نانسي أمس بأنه كان يعمل لديها في حديقة منزلها، قائلا: أتأسف كثيرا عند سماعي لهذا الكلام الكاذب، وأؤكد أن فادي ونانسي أول مرة يشاهدان اللص، ولا يوجد سابق معرفة به. ومن ناحية أخرى، كشف الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم تفاصيل الواقعة، وقال فادي الهاشم خلال تصريح له لقناة LBC لبنان أنه شاهد السارق من خلال الكاميرات، وعندما واجهه سحب السارق عليه السلاح، مضيفا: قال لي ادخل جوه، دخلت جوه، قال لي اعطيني فلوس، اعطيته فلوس اللي كانت في ملابسي، قال لي فين الذهب؟ وتابع السارق: قال لي ما تجبرني اؤذيك يا استاذ فادي، قال لي ادخل على اوضه الاطفال، قمت سحبت عليه السلاح وجه يضربني ضربته. ومن ناحيه اخرى، اكد خال القتيل المتهم بسرقه فيلا نانسي عجرم ان ابن شقيقته كان يعمل لدى زوج نانسي عجرم، موضحا خلال مداخله هاتفيه مع فضائيه الجديد اللبنانيه ان ابن شقيقته كان يحمل مسدس لعبة من اللعب التي يلعب بها أطفال نانسي عجرم. وأشار خال القتيل إلى أن زوج نانسي نشر فيديو للقتيل بعدما قام بعمل مونتاج له، وحذف منه بعض المشاهد التي تدينه، مؤكدا أن ابن شقيقته كان له أموال لدى زوج نانسي عجرم، وكان يعمل بشركة FAP وترك العمل فيها منذ فترة، وعمل في بعض الأعمال المختلفة منها عمله لدى زوج نانسي عجرم. وأوضح خال القتيل أن ابن شقيقته يعمل في لبنان منذ 10 سنوات، ولا توجد أي سوابق جنائية له، مشددا على أن ابن شقيقته كان له مستحقات عند زوج نانسي، وأعطاه زوج نانسي مستحقاته بطلقة نارية. أما والدة المتهم فقالت باكية إن آخر اتصال بزوجته بالأمس أخبرتها أن ابنها ذهب لبيروت ليحصل على مستحقات له عند أحد الأشخاص، متسائلة عن سبب عدم إمساك الأشخاص الموجودين بفيلا نانسي عجرم بابنها وتسليمه للقضاء، مضيفة: في قصة عندهم بالفيلا ولبسوها لابني، وقالوا تبادل إطلاق نار، وهو ما معه مسدس. وتساءلت أم القتيل عن دخول نجليها للفيلا رغم وجود حراسة عليها، وتساءلت أيضا عن تعطيل الكاميرات، مستنكرة وضع القاتل في المستشفى بدلا من السجن في الوقت الذي بات فيه نجلها في ثلاجة الموتى. بينما علقت الفنانة نانسي عجرم في نفس القناة: مش مشكلة إني مجروحة، في أشياء كتير أهم، بدي أشكر الجميع على سؤالهم واهتمامهم، بدي أشكر كل الناس اللي سألت عني، الحمد لله إني أنا بخير وعائلتي بخير، وهذا أهم شيء، اللي مررنا بيه كان كتير صعب، وعاوز الوقت اللي أكون فيه مع عائلتي. في مقالة نبيل عجرم والد الفنانة نانسي عجرم: فادي الهاشم زوج ابنتي كان كتير متضايق، ونانسي أصيبت بانهيار عصبي، بس كتر خير ربنا إنها وصلت لحد كده. نانسي عجرم: هو ما معه شيء بإيديه، فاتح خرطة هون كانت أنا حتى أجيت لأشوف شو الموضوع، سايكون تويت حتى بعده. ايه ما هو بعده جيت لهون انا. بعده رجع فيت، هلا بدي يحمل جزئين نانسي، هلا برجع بفوت بيحمل جزئين نانسي، بعده عم نلبش. فات لجوا رجع طهر رجع فيت. ايه
في وحمل كاميرا، في كاميرا جوا. في كاميرا جوا، بس انا ما بدي، قلت له للشباب اللي بدي اخذها، قلت له هيدي نانسي بتبقى عم تلبس بعديها من الساعة 1:30 بالليل. ايه فيك تشوف شو عم بيعمل جوا. ايه اذا بعديها بس واحدة ونص بالليل انا ناسي بتروح. الباس تبعها. لا لا بشوف اذا بدي امشي شي ولا يا اخي انا جيت هون شفته، لقط الكرسي دغري لقى شو عليه الفرد، حط الكرسي بعرضك، حط الكرسي بعرضك، كب الكرسي لهونيك، ليك جزء من بايده شفته، فوت لجوا، لحقنا لجوا، اعطيني مصاري، اعطيته مصاري من الجاكيت. وين الذهب وين الذهب؟ ما تجبرني اذيك استاذ فادي، عيط لمرتك هلا، اجيب مرتك هلا. اجوا كان الشباب دقتوا نانسي، اجوا هجم عليهم هو دغري هلا، ليك شو بصير، عم نبش عليه، عم بنبش عليه، شوف شو القصه. اجى هو طلع بوجهه عليهم دغري، قال لهم اوعى يتحرك ورجع لورا، فلا هنيك. اجى احمد قال لي انا كنت عم اجيب الفرد، قال لي حفت عوده الاولاد، ساعتها انا جنيت خلص، ركز بدي شقفه وتشقيف يعني، حتى لو بده يغوصني في حياة. رحت انا عليه هون، طلع بوجهي هون دغري، سحب علي الفرد، فقته. هيدي هي خلص. أول شيء بدي أشكر كل يلي طمنوا علي واتصلوا فيي، أنا بخير، أهم شيء إنه عائلتي منيحة، الأولاد أهم شيء إنه أنا منيح، وأنا هلأ مني بي يعني مني بصدد إني أحكي، ما بقدر.